السلام عليكم، صباح الخير، كيف صبحتوا؟ مزيان الامور هانيه. المهم ان شاء الله اليوم غادي نخدموا اليوم النهار الثاني، يعني في هذه السيمانه اللي رسينا نخدموا يوميا لسيري ديال لي زابدو فغاب الشباب. اليوم النهار الثاني، واليوم راه معنا واحد البطل وغادي يخدم معنا اليوم السيريات عبد الدايم، اللي مرحبا به. وغادي نخدموا ان شاء الله كاملين اليوم. عندنا 6 ديال الحركات، يعني كيف ما قلنا البارح يوميا غنديروا كل صباح 6 ديال الحركات يكونوا مزيانين ديال لي زابدو، ان شاء الله غنداوموهم كاملين. غادي ندوزو ان شاء الله وغتشوفو الحركة اللي غادي نخدمو انا وعبد الدايم. هاهي يلاه غادي نبداو دابا الحركة الأولى ان شاء الله. ولكن هاك مغري فهاد الحركة هادي غادي نحاولو نخدمو لي زابدو، نحاولو نخدمو الكرش الجهة الفوقانية ديال الكرش، غير غنبقاو حاطين رجلينا مغنزلش رجلينا، وغادي نخدمو غير بالبلوكور الفوقاني. غنخدمو نديمو الرازو الناس خليها غير شوية، مغنطلعش مغنطلعش نتاع تال الفوق، نخدم غير نتا هنا. ها دي و ها سان سيس س اي ها ليس و و ف ك كان تن س دي ن ايفا. فوالا، هذه بالنسبه للحركه الاولى. كنقيسوا بها يعني هذه لوبارتيه الفوقانيه ديال الكرش، يعني كنحرك فيها رجلي، كنحرك فيها غير لوكور ديالي الفوقاني، وكنبازي في الخدمه كنبازي غير على هذه البلاصه هذه. انا ما كنبازي يعني الحركه تحسب اليوم اللي غادي نخدموها النهار ولا غنخدموا يوميا بطبيعه الحال، غادي يكونوا يعني كيتقسموا على حسب البلايص ديال الكرش. غادي كتقسموا على مجموعه البلايص ديال الكرش، هنا من الجهه الفوقانيه، كاين من الجهه الثانيه، كاين الوسط، وكاين هنايا الجناب. يعني كل حركة غنحاولو نقيسو بها واحد 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 الديامتر. دابا غادي ندوزو للسيري الثاني، اللي هو غادي نحاولو نخدمو فيه الكرش من الجهة التحتانية، ونقيسو شوية ديال الوسط. هاني غنحاول ندير يدينا، نحاول ندير يدي التنيني، غنطلق رجلي أن هوب ونطلق فوق. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة طويل شوية ولين تلقاها هنا ست سبعة ثمانية 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 السيري ديما اللي خدمتو ما نعاودوش نعاود نخدم سيري وحده اخرى، باش ما نملش وباش ما نقيس بزاف ديال البلايص، وباش ننوع الطريقه ديالي ديال الخدمه. نستخدم الكرش يعني كامله تخدم مزيان، تكون جهه بحال مثلا فما تبقى عندي الجهه الفوقانيه مخدومه، اللي تحت ما عندوش هنايا جهه الحوض ديالو ما كتبقاش مخدومه، اولا كتبقى عنده القدام مزيان الجنا ما مخدومينش. هادشي باش خص يعني تنوع الحركات باش تخدم بزاف ديال البلايص. هذه الحركة الثانية دور هكا، هذي أو هنا، هذي نبقى نطوي هنا، أن دو توا هنا كيما تشوفو، هنا ثلاث خمس سيس سبع ثمان تسع
بالنسبة للزمان اللي كنكون خدام يعني مهم نجيب بحال هكا الغواص في الوقت ديال الفصل الصيف شويه ديال الناموس شويه ديال الحشرات هكا الطائره يعني اللي كديرونجي في الخدمه كتجي كتخلق في عينك كتخلق في فمك يعني باش تجنب شويه هاد القضيه. انا كنقول من الاحسن يعني اللي يكون جاي تريني في واحد الغابه اللي هي هكا خضراء ضروري نظارات باش تريني وتريني وانت مرتاح. غندوزو الحركة غندوزو الحركة الرابعة هي غادي نخدم هنا الرباط هنا فوالا هنا بوزيسيون تراكسيون فوالا شوف الدور ليه فوالا كنهبط هنا أن ونطلع واحد تو تو نات فوت دو دو يل نا يل 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 هذه الحركة الرابعة اللي خدمنا درنا الحركة الخامسة ومازال الحركة السادسة. بالنسبة للحركة الخامسة غادي نخدموها على الجناب باش نخدمو بها الجناب وغادي نخدمو فيها جوج ديال لي سيري نضوبلو فيها لي سيري غادي نخدمو على الجنب ديال اليمين وخصنا نخدمو حتى على الجنب ديال اليسر هنا غيكونو فيها جوج ديال لي سيري وكاينة الحركة السادسة. وبالنسبة لي زابدو بالنسبة للكرش يعني إلا بغيناها تخدم مزيان يعني وبغينا تنشف من لي زاكريف هذا ضروري يعني الكمية ديال الماء مابقاش نشربو بزاف بزاف ديال الماء في النهار ضروري خصنا نقصف شوية من الحوايج اللي فيهم النشا بزاف بحال الخبز بحال البطاطا يعني والسكر بتيبان وداكشي اللي غادي يعطينا لاكريف نقصو منو باش الخدمة 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 تبان ماشي نخدمو نخدمو عاد نمشيو للدار عارفين ندخلو بزاف ديال النشويات اللي غاتولي عارفين تعطينا بزاف ديال الدهون ومغاديش تبان الخدمة واخا غاتكون كتخدم وغيكونو لي زابدو تيتراصاو ولكن ما يكونوش باين لي خاطر غيكون الشحمه فوق منهم غتكون مغطياهم داكشي باش ما نضيعوش الجهد ديالنا نحاولوا ما امكن نقصوا شويه من النشويات باش ان شاء الله نكونوا مزيان. غندوزو الحركه رقم 5 وغادي نهبط هنا انا هبط على جنبي نحط الكود ديالي هنا لوكور ديالي مستقيم هنايا هوب نحط يدي هالي هوب ان دو نحاول ديما لوكور ديالي مطلوق حتى هي مطلوقين لوكور ديالي مستقيم ها 4 5 6 7 8 9 10 12 ها يا دين ديال الزفرة غنفونجي الجنب الاخر هادي بنفس الطريقة ناس نحط الكود ديالي خلي هنا الكور ديالي مستقيم منكونش راجع اللور منكونش زايد الخدام بزاف الكور ديالي مستقيم هنا هالي اف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 فوالا هادي الحركة الخامسة اللي كنقصو بها الجنيبات هنا باش تخدمو هنا جنيبات جناب مهمين في الشكل ديال الكرش في الجمالية ديالها الجناب راه مهمين بزاف خصنا نبازو عليهم فخاطر أكثرية الناس يخدمو غير الحركات ديال الكرش من القدام خصنا نبازو على شوية الجناب دابا هادي الحركة الخامسة مازلنا إن شاء الله الحركة رقم 6 ولا غادي نشوفوها كاملين غادي نرجعو 15 ثانية ديالنا وغادي نخدموها ان شاء الله. دونك حنا جينا ترينينا جينا كنترينيو هي الفلوس الغابة راه مزيان واني مسينا ما جبناش معانا الطابي حنا نمر بحال دابا الحصة الجاية ان شاء الله غدا ضروري ان شاء الله غنجيبو معانا لي طابي ديالنا غنفرشوهم ونخدمو فيهم يعني تانتوما ملي تكونو جايين حاولوا ما ديروش هاد الغلط اللي درنا حنا اليوم وحنا كنترينيو في الارض شوية الارض ماشي مكرفصة ولاني كتغبر شي شوية يعني ماشي مشكل حيت الغابة الربيع داكشي يعني واخا هي كتنوض كتنفض تيطيح داكشي كامل يعني مكاينش مشكل واني من الاحسن انا ملي نكون جاي مع واحد الفوطة صغيرة اولا طابي باش ملي نبغي يخدم بلي زابدو اولا يخدم الحركات الارضية
كيفرشها ويخدم عليها. المهم هذه معلومه باش ملي نجيو تخدموا ما تلقاش في المشكل اللي طحنا فيه حنا. فوالا غادي ندوزو للحركه السادسه وهي الحركه الاخيره بلوكاج. فوالا غادي نطلق رجلي هنا هبط نطلق رجلي هنا غنبلوكي طوير كبيه شويه ما خدمتش بلوك طوير كبيه شويه وديمو راسي غنبلوكي هنا قبل ما نتحرك بلوك ها 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 هادو هما الحركات اللي حسيت بهم بالصحة والراحة. كنتمنى تكونوا دوزتو حصان ديانا تكونوا استفدتوا من الحركة اللي خدمنا اليوم ويكونوا حركات جديدة بالنسبة لكم. المهم هاد الحركة حنا ساليناهم اليوم خدمناهم في هاد البلاصة ان شاء الله غدا الموعد ديالنا ان شاء الله في 8 ديال الصباح غنجي ان شاء الله نجيو هنا غاد الشباب غيجي ان شاء الله معايا عبد الدايم يخدم اليوم معايا وليدات وحده اخرين غنجيو غنترينيو ولاني في الغالب ما غنترينيش في الغابه في الغالب غادي نترمي في واحد لابيسين كاين هنا حدانا غادي نهبطو ان شاء الله ونخدمو في ليكتيري ديال لي زابلو هذا ونخدمو في ليكتيري مزيانين. كنا العوالي اليوم غادي نمشيو له كنا دايرين في البرنامج ديالنا اليوم غنمشيو له تاع اليوم شويه راه الجو شويه بارد مغيم زوين بالنسبه للغبا جو واعر مزيان براد كتريني مرتاح ما يصلحش للبيسي الملح غيجينا شويه البرد ان شاء الله غدا غادي تكون حصه واعره ان شاء الله وغادي ان شاء الله كما قلتكم يكون معايا عبدين ويكون معايا شي وليدات وحده اخرين وغادي نخدموا ان شاء الله الحصه غتكون في لابيسي باي تهلاو في راسكم. Just listen to the sound.